طبعا الجهود المصريه هي التي ادت الى التوصل الى هذا الاتفاق بمساعده قطريه وامريكيه. طبعا الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان بعد يعني معاناه شديده وعناد شديد من جانب الحكومه الاسرائيليه، توصلوا الى اتفاق مفاده ان تفرج الفصائل الفلسطينيه على 50 من الأسرى من السيدات والأطفال مقابل أن تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلية عن 150 من النساء والأطفال أقل من 18 سنة الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها. طبعا إلى جانب هدنة إنسانية، من الممكن أن تبدأ هذه الهدنة من الغد مع بدء تبادل الأسرى على دفعات مقابل أن تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن استهداف غزة لمدة 4 أيام قابلة للتجديد كما أشرت حضرتك. فضلا عن ذلك سيتم إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جانب إدخال شاحنات الوقود بوتيرة أسرع. فأعتقد أن هذا يصب في اتجاه التوصل إلى هدنة بعد ذلك قد تكون طويلة، ونأمل أن يتوصل الإخوة الفلسطينيين إلى أن تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية والمذابح التي ترتكب بحق قطاع غزة. وأعتقد أن هذه الخسائر التي مني بها القطاع أكثر من 14,000 شهيد حتى الآن، إلى جانب أكثر من 32,000 مصاب مؤهلين بزيادة بعد الكشف عن الذين يعني ما زالوا تحت الأنقاض. أعتقد أن هذا النزيف يجب أن يتوقف، والعالم بأسره ومصر يعني منذ بداية هذه الأزمة وهي تدعو إلى إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية. لكن أستاذ صلاح كان في تصريح أنا بشوفه أنه تصريح قوي جدا امبارح من السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، واللي قال أي سيناريو هيستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم، واحنا ربما ما بنستخدمش اللغة دي قوي، لغة يعني بهذا الشكل. بتشوف التصريح ده ازاي؟ وكمان يعني في سياق الخبر رئيس الوزراء اي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون برد حاسم، وقال كمان انه لا خرق لمعاهدة السلام باي شكل من الاشكال. بتشوف حضرتك ازاي هذا التصريح لرئيس مجلس الوزراء؟ طبعا التصريح رئيس مجلس الوزراء كان امام مجلس النواب للرد على 16 طلب احاطه من جانب نواب الشعب. اعتقد انه يعني رئيس الوزراء كان حاسما كما تفضلت، وده موقفنا وموقف مصر، يجب ان يكون هناك ردود حاسمه في اللحظات الحاسمه، لانه عندما يستهدف الامن القومي المصري فلا مجال للتهاون او يعني للتغاضي عن ضروره الرد السريع. والرد جاء اولا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الثاني مباشره للاعتداءات الاسرائيليه، عندما تحدث الاسرائيليون عن تصفيه القضيه الفلسطينيه كان الرد المصري حاسما للغايه بان مصر تقف ضد تصفيه القضيه الفلسطينيه وان حدودنا خط احمر. ومجلس الامن القومي المصري اجتمع على الفور واصدر العديد من التوصيات على راسها ان الامن القومي المصري وحدود مصر هي خط احمر. فبالامس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعاد هذا الحديث مره اخرى بصوره واضحه لا تقبل اي تاويل او جدل، بانه في حال حدوث اي سيناريو لنزوح الفلسطينيين تجاه سيناء سيكون لمصر رد حاسم وفقا لاحكام القانون الدولي. طبعا ده مصر يعني منذ بدايه هذه الازمه وكان موقف القياده المصريه واضح بانه لا تهجير قسري للفلسطينيين ولا تهجير على حساب مصر. فالمساله هنا تخضع لاعتبارات الامن القومي المصري ولخطوره ويعني وقدسيه الحدود المصريه.